قحم المحبة والأخبار الرومانسية الممتازة. اليوم 27 ديسمبر، بدينا نقرب لنهاية عام 2022. العد العكسي بدأ، أيامات تفصلنا على 2023 اللي حسب التوقعات الفلكية هو عام الخير، التغييرات للأفضل والأخبار الإيجابية للأبراج الفلكية. راهي تتحقق أحلام الحمل، تتغير أحوالك المهنية، فما بدايات جيدة على كافة الأصعدة، والفرص باش تكون على طبق من ذهب للثمن. ثور راهي نهاية العام وبداية عام جديد، تحكي على انتعاش مالية، فلوس الأكثرية الأبراج الترابية. إيه الجوزة؟ وأخيرا الحمد لله يا ربي، تودع برشا مشاكل عانيتها على صعيد المهني، على خاطر العام الجديد يعدك بالسعادة وبالراحة. كيف كيف زاد السرطان، حظوظ مالية مع 2023 والستة شهور، نعم الستة شهور الأولانين، تحكي على تغييرات مهنية، تحكي على سفر وتتبدل أحوالك للأفضل. إيه الأسد نهير اليوم، يحكي على مفاجآت سارة ما تخطرش على البال. إيه هو راهو فما خطوات باش تنفذها، خطوات رسمتها قبل ومليوم كيف ما حكينا باش تبدأ بتنفيذها. إيه العذراء، يستنفع ماديا واجتماعيا من بعض التطورات، لكن عاطفيا كان تركز مليح مليح، راهو فما عاشق والهين ما يخطرش على البال. نتعدي ونحن للميزان، هو عام الفرح والأخبار الرومانسية النجحة. راهو 2023 في ارتباط خطوبة وزواج، هو زيدة عام الحب بالنسبة ليك، وربي عوضك خير على سنوات كنت مغيمة شوية. ونصيحة دقيقة حظ باش تكون للعقرب، راهو الغموض وكثرة الأسرار تنجم تخلي الشك عنوان المرحلة هذي. هي نصيحة وإن شاء الله يا ربي تسمع مني فيش قاعدة نقلك. إيه القوس نهاير اليوم، يفرض عليك باش تكون محايد وما تدخلش في أمور ما تعنيكش في شخصك. نحبك تركز فيما أهم على خاطر بداية العام الجديد تتسارع الأحداث. ومولود اليوم من برج الجدي، بداية العام الجديد باش تكون خير عليك وعلى كيفة الأبراج الترابية. ما تنسيش أنه الشمس حاليا منورة برجك، يعني الحظ معاك مهنيا عاطفيا ماديا. تي المهم جوك أحلى جو، ودلو الفرص موجودة، فما رحلة في عالم خدمة جديدة. ونختموا مع برج الحوت، راهو نهير الحب الاتصالات، راهو مشروع ارتباط يستنى فيك.